السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه iask.ai، تقدر انت تعمل سيرش على اي حاجة انت عايزها زي جوجل كده، تقدر تعمل شات، تقدر تستخدم الذكاء الصناعي في ان هو يدور في الكتب، في الحاجات الاكاديميك، في البرودكت وهكذا. طيب ممكن تقول له مثلا، تبدأ تسأله اي سؤال فهو اوتوماتيك بيبدأ يجاوب على السؤال دوت ويديك الملخص ويديك برضو المراجع. فهو عمل ايه؟ جاب افضل حاجات، افضل مثلا 5 نتائج بحث، وبدأ ان هو يدمجها لك بحيث ان يطلع لك باراجراف، تمام؟ وبعد كده تقدر ان انت تشوف المراجع نفسها اللي هو جاب منها الكلام دوت. في الكتب بقى تقدر انت تعمل سيرش في الكتب، تقدر تقول له انا عايز ادور في المنتجات. طيب خلينا ندور مثلا في الكتب، فبدأ فعلا يدور في الكتب ويبدأ يجيب لك النتيجة. في المنتديات ممكن تقول له طب انا عايز ادفانسد، يبدأ بقى ممكن يدمج لك اكتر من اجابة. اللي عجبني في الموقع دوت ان هو ما طلبش مني فلوس، ما طلبش ان انا اعمل حساب اللي ولا حتى جوجل، مش اي حاجة. يعني انت راجل جاي من اي مكان في الدنيا، خلاص ادخل وابدأ اتعامل معاك. زائد ان انت ممكن تقول له بالصوت، يعني تبدأ تتكلم معاه تقول له دور لي على كذا، فهو بيبدأ يدور لو انت مكسل تكتب. تقدر تسمع الإجابة كمان، تقدر تنسخها. ففي شوية إمكانيات جميلة في الموقع دوت. According to iask.ai ask، ممكن تخصص الإجابة تقول له يعني جاوبني إجابة أكاديمية، جاوبني من الكتب، فده يجيب إجابات أكاديمية أفضل من الإجابة العادية، تكون حاجة إيه يعني بالمراجع بابا بالحاجات دي كلها. فأتمنى الموقع يجيبكم إن شاء الله.